كان في روح استثنائيه في اليوم ده، سواء للي حضروا او للي شافوه من خلال وسائل التواصل. بص انا عايز اقول لك حاجه بصراحه، يعني غير الحب الغير عادي للكابتن خطيب طبعا كاسطوره، يعني كرويه واسطوره دلوقتي، خلي بالك في الاداره يعني طبعا. الناس حتى اللي بعيده عن فرقه الكوره شافت انجازات خلال الاربع سنين صحيح. يعني عدت وتخطت البرنامج الانتخابي بتاعهم. يعني في الغالب مجالس الادارات لو حققت 60-70% من البرنامج الانتخابي تبقى حاجه عظيمه، انما لما تتخطى كمان البرنامج الانتخابي في حاجه كبيره جدا. وده اللي مخلينا بقى طمعانين من مجلس الاداره ده، ان هو باذن الله الفتره الجايه بقى مزيد من الانجازات والحاجات اللي ما يعني اللي بداوا فيها تستكمل، وخصوصا طبعا الاستاد الاهلي اللي هو حلم طبعا الملايين. يعني طبعا.